يوم الكونيكسيون. أنا فاطمة أبو عمشة، فلسطينية من قطاع غزة. انقطع التواصل مع أهلنا منذ 4 أيام. الآن غزة حرفيا تباد. بنك استهداف إسرائيل هو الأطفال والمستشفيات والناس العزل. الآن الذي يمارس في قطاع غزة هو ليس جريمة حرب، بل إبادة جماعية، إبادة للقضية. ولكن بئسا، نحن هنا طلاب قطاع غزة صامدون مع أهلنا، وسنقدم المزيد إن شاء الله. آتي من مدينة طنجة تضامنا مع إخواننا في فلسطين ضد الحملة، حملة الإبادة الهمجية التي تشنها عصابة الجيش الصهيوني العنصري ضد إخواننا في غزة الأبية، والحصار المحاصر 2 أو 3 ملايين فلسطيني محاصرون، والآخرون جوعى وعطشى. ونحن هنا نقول بصوت واحد، بصوت المغاربة كافة، نحن يدا في يد مع إخوتنا في فلسطين وخاصة في غزة الأبية، ونرفض رفضا تاما أن يتم تهجيرهم أو تجويعهم أو إبادتهم. تحية للفلسطينيين، النضالات ديالهم كمان اللي كيتمارس دابا على غزة، والعرب والملوك والحكام العالم كله اللي كينتهي بحقوق الإنسان، كيشوفوا الظلم، الأطفال كيموتوا، العيال هي حرب إبادة للشعب الفلسطيني اللي كتقوم بها الاحتلال، دولة الاحتلال. حطوا هذوك الدول الاحتلال، بريطانيا حطتها تماك وقولوا بها دولة، ودابا هو انتماء للأمة، انتماء لهذا الدين اللي كيشرفنا واللي به حنا كرمنا الله سبحانه وتعالى. هذا هو السبب الأساسي اللي شكر لنا، لأن خوتنا اللي كيتقتلوا كيتهجروا وكيتنكل بهم صباحا مساء ليل ونهار، ما كيعيشوا الرحمة ديال المحتل، يعني يقتلوا فيهم كأنه يقتلوا الحيوانات كما قال بعظمة لسان صاحبهم. فاحنا كنقول لهم هذاك الشيء اللي كيديروه راه لا بد من الجزاء ديالو، والحمد لله المقاومه كتشفي لنا الغالي فيهم، والله ينصرهم، الله ينصرهم، الله يثبتهم، الله يوفقهم ان شاء الله. كان من الواجب، كان ضروري اننا نلبيو هذا يعني الطلب ديال اننا نوقفوا في الرباط. الى شي مورانا غادي تعرف الحجم ديال التضامن ديال الشعب المغربي مع الشعب الفلسطيني، وكيفاش القضيه كتهمنا وكتمثل شي حاجه كبيره بالنسبه لاي مغربي. يعني اللي جا لهنا، انا ملي جيت تفاجات يعني بعدد الناس اللي كاينين، وحتى يعني الرينج ديال لاج كلها، يعني من الصغير حتى الكبير كيسحبنا بيننا وبين راسنا. القضيه راه ما بقاش عندها واحد الصدى كبير، مي ممكن في السوشيال ميديا الناس ملهيين، مي الحقيقه حاجه اخرى. الحقيقه انت كتشوف موراك، راه نقدر ممكن مليون، نقدر نقول كاين مليون ولا اكثر، ما عرفتش، حيت سمعت قبيله انهم كاين تقريبا من هنايا حتى الاكدال. الحاجه اللي كتشرف والحاجه اللي واجب علينا كمغاربه نديروها في هذه اللحظه هذه، باش على الاقل نبينوا للعدوان الصهيوني اننا راه حنا عارفين اش كديروا، والاكاذيب ديالكم ما تنطاليش علينا، وحنا ناصرين القضيه الفلسطينيه بدمنا وبروحنا، وحنا ابار مغاربه مسلمين. خاصنا حنا واي عربي ولا مسلم ولا امازيغي في اي ارض مسلم ينصر هذه القضيه هذه. نحن كلنا اخوه، بنو ادم اخوه، ايا كان جنسك فنحن كلنا بشر، ونفس الحقوق، لنا حق العيش، لنا حق العدل، لنا حق الكرامه. لماذا نميز بين الناس؟ لن تنعم البشريه، هذه رساله اقولها، لن تنعم البشريه بالسلام ما دام هناك ظلم. ما دمنا نسكت ونشجع الظلم لن يكون هناك سلام. قوانين الفيزياء برانسيب دو لاكسيون دو رياكسيون، الفعل ورد الفعل. ما دام هناك ظلم هناك قتل، سيكون هناك رد فعل، ولن ننعم بالسلام إلا إذا قامت شعوب العالم كلها بدون استثناء ضد هؤلاء الطغاة، هؤلاء الظالمين، أيا كان جنسهم، أيا كان دينهم. الإسلام هو دين ضد الظلم أينما كان. الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز يقول لنا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين. قصة سيدنا علي رضي الله مع اليهودي عندما تحاكم إلى سيدنا عمر، فقضى سيدنا عمر بالحقل اليهودي في ضد من؟ علي بن أبي طالب. هذا هو الإسلام،
الإسلام يدعو إلى العدل لا يدعو إلى الظلم، وكلنا بشر وكلنا يجب أن نتمتع بنفس الحقوق، ولن ننعم بالسلام ما دمنا ساكتين ونشجع الظلم، فسكوتنا هو تشجيع للظلم وللظالمين. ندعو جميع كل إنسان أن تتحمل المسؤولية، كل بشر فوق سطح الكرة الأرضية هو يتحمل البشر يتحمل المسؤولية، ويجب على جميع الناس أن يتحركوا أينما وجد الظلم ومن أي جهة كان الظلم. والسلام عليكم ورحمة الله.